بس هو مشكله بقى كهربا. ايه بقى مشكله؟ كل شويه انا هخطب 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 انا ما كل اسبوع شهر 9 ان شاء الله. شهر 9 كل اسبوع اقسم بالله شهر 9 كله بس اعمله تايمر اقول حاجه على حاجه. انا كانت مشكله عارف يا كابتن كل شويه يقول لي اسم واحده هيخطب انا واحده طيب يا فلانه ولا انا واحده هو شريف وقفشه وكانت سامي كده قريبين مني جدا. فانا طول ما احنا على طول معسكرات فبعد على الموبايل كده فشريف يقعد جنبي فاقول له انا هخطب اخطب دي اقول له اسمها ايه اقول له كذا بعدها الاسبوع اللي جاي الماتش اللي جاي ايه واروح لكابتن سامي اقول لك خلاص انا قررت الخطوبه الاسبوع ده. اقول اخر موقف انا ما اخر موقف شاف واحده حلوه في المغرب قال لي خلاص انا هخطب من المغرب برضو بجد؟ طب انت كده قفلت علينا اللي هيحصل ايه؟ انت كده هتبوظ الخطوبه بتاع شهر 9 انت كده هتبوظ كاتب كتاب بص ايدك ده احنا عايزين نتجوزه ده احنا عايزين نتجوزه ده الكلام كل ده هزار يعني لا لا عادي عادي هتتجوز يا كهربا بجد ولا كلام وخلاص؟ والله يا كابتن ما ان شاء الله يمكن والله بفكر يعني كنت قاعد مع والدي ووالدتي يعني الحاجه يعني الحاجه لو دعت لك ان انت تتجوز هي عايزاني اكتب كتابي والله يعني عايزاني الفتره الجايه فالواحد قاعد مع ماما وماما يعني عمال افكر بصراحه ولا يهمك يا نجم ولا يهمك مفيش مشكله ماليش جوازه عشان كداب ولا هي مش ماشيه هي مش ماشيه مش ماشيه انا عارف خليني كده كده والله لا 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 لا